بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماسك ليلي لتفتيح البشرة بكل أمان وفاعلية، وكذلك يمنع ظهور التجاعيد بالاستمرار عليه. نحتاج في هذا الماسك إلى ملعقة كبيرة من اللبن الرائب أو الزبادي الطبيعي، أو بما يسمى بالروبا أو اليوغورت، لبن رائب أو زبادي طبيعي، يوغورت، روبا. نحتاج لملعقة كذلك ما يعادلها نفس الملعقة من العسل. من تتحسس بشرتها من العسل يمكنها استبداله بالجليسرين، جليسرين طبي. نحتاج لملعقة صغيرة من ماء الورد. صاحبات البشرة الدهنية يستغنون عن ماء الورد ويعوضونه بعصير الليمون. من تتحسس من ماء الورد تستبدله بحليب سائل أو حليب بودرة. أولا نأخذ ملعقة الزبادي ونضع عليها ملعقة عسل، نفس المقدار من الزبادي عسل نحل. قلت من بشرتها تتحسس من عسل النحل يمكنها استبداله بالجليسرين الأبيض الطبي، ولكن الوصفة رائعة بالعسل، رائعة، ومن أول استعمال رايحة تلاحظ الفرق. نمزج المكونات مع بعض بهذا الشكل جيدا حتى ينسجم الزبادي مع العسل، ونضيف ماء الورد. الوصفة رائعة جدا، من أول استعمال رايحة تلاحظ الفرق. قلت صاحبات البشرة الدهنية في هذه الوصفة يستغنوا عن ماء الورد ويعوضوه بعصير الليمون. طريقة استخدام هذا الماسك الليلي: ابدأي بتنظيف وجهك أولا. نظفيه جيدا باستخدام ماء فاتر لفتح مسامات البشرة، بعدها جففيه وضعي الماسك واتركيه لمدة ربع ساعة. وربع ساعة حسب بشرتك، يعني إذا كانت البشرة مجهدة اتركيه أكثر من ربع ساعة حسب بشرتك. الماسك رهيب جدا وآمن، ولا خوف من استخدامه، حتى ولو ترك لمدة ساعة كاملة فهو رائع جدا. للحصول على أفضل نتيجة استخدمي هذا الماسك يوم ورا يوم. فوائده: يعمل على تفتيح البشرة بفاعلية وبأمان وفي فترة قصيرة، يزيل كل الرواسب ويتغلغل للعمق، ويجدد لك خلايا البشرة، يعالج لك مشكلة البثور ويزيل آثار الحبوب، يمنع ظهور التجاعيد، يزيل الخطوط الرفيعة، يجعل بشرتك مشدودة وشبابها دائم، وهو قابض للمسام. هذا الماسك يصلح كذلك للرجال وللشباب وللبنات من عمر 15 سنة فما فوق. باقي الخلطة يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة واستخدامها لمرة أخرى. بعد ما تزيلي هذا الماسك، بعد مرور المدة المحددة، أزيلي هذا الماسك بواسطة ماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام. ويمكنك كذلك رش بشرتك بماء الورد، فهو رائع جدا لحيوية البشرة، ويفضل أن يكون ماء الورد بارد. وبعدها رطبي بشرتك بواسطة المرطب الخاص بك. وبالأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.